سلام عليكم، انا جيجي. هعمل معاكم النهارده كفته الحاتي او كفته السيخ، ان شاء الله هتعجبكم. اول حاجه بسم الله، كيلو لحمه مفرومه، بكون مجهزه معايا بصلتين صغيرين مفرومين او بصلايه كبيره، وما تخافيش البصل مش هيخلي الكفته تفك من على السيخ ولا اي حاجه، واصلا البصل حتى مبيبانش، هو بس بيديها طعم جميل جدا. وبهارات، بهارات لحمه على فلفل اسود على ملح، معلقه ومعلقه ومعلقه، ما بحبش اضيف لها اي انواع توابل تانية. وبعجنها كده في بعضها، ودي اوراق البقدونس بس باخدها واقطعها صغير خالص، هي حزمة بقدونس واحده كافيه. ودي قطعه ليا حوالي معلقتين بس مبشورين، بحطها عليها. انا دايما ببقى عندي ليا علشان لو بعمل كفتة او بعمل شاورما، بتدي نكهة وطعم جميل جدا للكفتة وللشاورما، عشان تبقى زي بتاعة المطاعم بالظبط. بقلب بقى اللحمة المفرومة في بعضها كده، بعجنها اقعد اعجن فيها كويس جدا، وبديها رشة بيكنج باودر. البيكنج باودر بيخلي الصباع متماسك وبيخليها ما تكشش، هي بتكش برضو شوية بس مش بتكشش قوي يعني. واقعد عجينها كده في بعضها كويس جدا، لان طبعا نجاح الكفتة من ان انت تعجنيها كتير جدا، تعجنيها كويس قوي عشان يبقى الصباع متماسك وما يقعش من على السيخ. اهم حاجة تعجني الكفتة كويس جدا. انا شلت هنا جزء مش هحط عليه ليا، يعني حوالي ربع كيلو، والباقي هحط عليه حتة الليا دي اللي انا مجهزاها، وهعجن الليا فيها كويس جدا. الليا بتسيح بسهولة جدا، يعني هي اصلا ساحت وانا بعجنها، بس بتدي نكهة حلوة قوي للكفتة في الشوي. بعجنها كويس فيها، وبرضو ارجع اعجن تاني، وبسيبها ترتاح قبل ما اصبعها بقى على السيخ علشان تبقى متماسكة. اهي بصوا بقت ناعمة ازاي جدا، وده المطلوب انها تبقى ناعمة جدا كده. خلاص هي كده بقت جاهزة تمام، ودي من غير ليا، دي هعملها من غير ليا، وبرضو عجنها كويس لغاية ما نعمل تماما. خلاص انا خليتها ارتاحت وطلعتها، بصبعها دلوقتي ببل ايدي بلة زيت كده خفيفة، وبعملها على سيخ عندي يكون تخين علشان تبقى من جوه مجوفة كويس، وفي الشوي تستوي حلو. هي بتستوي على طول على النار، انا بحب احط صاجة وعليها شواية سلك، بحب قوي المشويات بالطريقة دي. اهو بصبع واحد واحد، مش لازم بحطه في سيخ ولا حاجة على النار، هو بصبعه كده واطلعه من السيخ احطه على الشواية على طول. اهو برصهم كده على الشبكة، هي بتستوي على طول. اهم حاجة تطلعيها تكوني مجهزة بقدونس مقطعاه، تطلع الكفتة على البقدونس على طول، وتغطيها لغاية ما كل الكفتة تطلع مع بعضها كده علشان تشرب من ريحة البقدونس، تبقى طعمها كده احلى. ودي طحينة طبعا سهلة يعني، بس قلت اعملها معاكم برضو. بحط عليها ليمون، ليمونتين ومعلقتين خل وملح حسب يعني حسب ذوقك، انت تحبي الملح زايد قليل زي ما تحبي، ومعلقة ثوم. انا بصراحة بحب الثوم فيها كتير، فبحط معلقة كبيرة، وبحط فلفل احمر حامي، وبقلبها كده في بعض، وبعملها بالمية طبعا، دي مية عادية مش سخنة ولا حاجة، واقعد اقلبها بقى كده بالشوكة على طول، هي مبتكلكعش وبتعمل في ثواني يعني. طبعا هي سهلة بس انا يعني قلت برضو ايه اعملها معاكم. هو احلى سلطة جنب الكفتة هي الطحينة، وبحب كمان الجرجير جنب الكفتة، فكنت غاسلة برضو جرجير
وانتي وذوقك بقى، عايزه سلطه، عايزه كفته، يعني عايزه طحينه، اللي تحبيه بقى. اهو الاكل بعد ما خلص، اهو دي الكفته اللي بالليه، ودي الكفته من غير ليه، دي اهي، ودي الطحينه، وغسلت جرجير معاهم. وعيش برضو سخنته على الشواية، والكفتة بتتعمل، سخنت العيش ده فوق الشواية، بقى طعمه حلو قوي بالشكل ده. هو ده الفيديو بتاعنا النهاردة، لو عجبكم لايك وسبسكرايب، ومرسي ليكم، باي باي.